السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم عن احدث انتريهات 2022، احدث الوان. في ناس كتير لسه فاكرين ان هيجيب بقى انترين بيتي والحاجات الالوان التانية. الالوان دي كلها السنه دي مش موضه يا جماعه. الالوان الموضه السنه دي الكافيه، الرمادي، الاخضر الملكي. هو موضه من السنه اللي فاتت ومن سنتين فاتوا، بس هو لسه مستمر ولسه في ناس بتجيبه. اللي هو اللي قدامنا ده هو ده الاخضر الملكي، تمام. الكافيه نازل موضه بشكل غير طبيعي بدرجاته، يعني كافيه فاتح قوي اغمق سنه لحد الكافيه الغامق. اللون اللي قدامنا ده اسمه اللون الاقوى. اللون الاقوى ده بقى هو السنه دي نازل جدا، هو نازل من 2021 على فكره، بس ابتدى ينتشر قوي قوي السنه دي. اللون اللي قدامنا ده اسمه اللون المنت، اللي هو اخضر بس مش اخضر، يعني اخضر فاتح شويه فاسمه لون منت. وده الكافيه اهو، تحفه تحفه، كافيه نازل قوي. الاقوى اللي هو لبني، ما بين حاجه كده لبني بس مش لبني قوي، يعني فاهمين. اللي قدامنا ده هو الاخضر الملكي مع الرمادي. الرمادي نازل 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 طول الوقت، بقاله سنتين مكتسح. اللون اللي قدامنا ده اللي هو ده الاقوى. بصوا انتوا مش عارفين هو لبني ولا رمادي ولا ايه بالظبط، هو لون كده ما بينهم في النص، بس بصراحه لون حلو جدا وشيك جدا ونازل قوي السنه دي، وتحفه تحفه. انا شفته على العفش نفسه وهو مفروش، حلو جدا. وكمان اللون الرمادي حلو جدا ومحايد، الكافيه حلو جدا. دي الالوان الجديده في 2022. يا ريت بقى ايه اللي بيعمل انتريه دلوقتي يشوف الموضات الجديده ويعملها. بتمنى لكم كل الخير، مع الف سلامه.